مشاهدي الاو تي في مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بهذه الحلقه التي نستضيف فيها في الجزء الاول النائب المستقيل نعمه فريم. استاذ نعمه مساء الخير واهلا وسهلا فيك. مساء الخير. يعني بدايه من الحياد للمؤتمر الدولي، ماذا تحاول بكركي ان تقول للبنانيين ولكل معني بشان لبنان اقليميا ودوليا؟ عم بتقول مش عم تحاول تقول، عم بتقول انه لبنان عنده ميزه خاصه، لبنان مسؤوليه كل اللي بحبوه خاصه بكركي يلي كانت وعم تشتغل على هالفكره من 500 أو 600 سنه. عم تقول للكل هذا لبنان بخطر كثير كبير لانه الجمود الموجود، نحن تعودنا بلبنان انه الجمود بنتحمل سنه سنتين لننتخب رئيس، لنشكل حكومه، لناخذ قرار، هودي كله سوا كنا نعملهم، بس كان عندنا دين 30 و40 و50 مليار، ولا كان بعد في عندنا بسموها بالانجليزي ستاينج باور. اليوم كل دقيقه عم تفوتنا الى محل بلا رجعه، عم نفوت عم ننزف بشكل، يعني اذا بدي احكي عمليا، الطاقات اللي عم تفل من لبنان بهالشهرين ثلاثه ست اشهر، المدارس اللي عم تفلس، المستشفيات رح تنهار، هودي ما بيرجعوا. الطاقات الكبيره يلي اذا بس يفتح كورونا بالعالم رح كلهم يفلوا من لبنان، شو بيبقى من لبنان؟ من هيك الوقت واللي عم تقولوا انه نحن عندنا خوف كثير كبير على هذا لبنان، يمكن ما في خوف على لبنان، بس هذا لبنان، لبنان الحلو المميز اللي تعودنا عليه، يلي هو كان فريد من نوعه بالعالم، يلي هو نتج اللبنانيين الناشئين بالعالم. ايه في خطر عليه كثير كبير، بدنا نطلب من المجتمع الدولي كله بالشأس منه كله تيقول انه مثل ما بلشنا مع الطائف وما قبل الطائف من لوزان وجنيف ودوحه وساد، كلهم هو مبادرات من المجتمع الدولي. بدنا نتوجه ونقول اليوم ساعدونا بسرعه كثير كمجتمع دولي ليكون لبنان يمكن باكوره العمل التوافقي بالشرق، مش يكون الصراعات الكبيره بالشرق. يمكن يكون لبنان هو عم بيقرب وجهات النظر، مش يبعدها بين المتصارعين بالشرق. واذا بكون نعمل هالشيء بدنا نعمله بسرعه كثير، لانه اذا ما عملناه بسرعه كثير يمكن يموت المريض. هذا اللي عم بقوله. استاذ نعمت، انطلاقا من السؤال الاول، يعني في شقين، شق دولي يعني موقف المجتمع الدولي من مبادره من هذا النوع، وتفضلتوا عم تقول انه خليها تكون مثل باكوره تعاون مش صراعات تنعكس علينا، وفي الشق الداخلي. خلينا نبلش، شو الضمانه انه المجتمع الدولي مهتم بهيك شيء؟ يعني هل هناك اتصالات فاتيكانيه مثلا، دور فرنسا؟ تفضل. نعم، تجاوبك بسرعه كثير. المجتمع الدولي عيش بلينا في لبنان، يعني مكفى حياته. نحن اللي بحاجه نقول له انتبه لك شو عم بيصير، في خبريه، في موديل، في تجربه انسانيه عمرها 500 سنه 600 سنه معقوله تختفي، بدنا تطلع لهون. من هيك كلنا سوا بدنا نشتغل، قالوا لا قربوا على هالصوره، هذا النموذج بخطر كثير كبير من بعد ما قبل انفجار بيروت، من ما بلش الانهيار المالي، من لبل قبل، بس بلشنا ننتج نستهلك اكثر ما ننتج، بس بلشنا نشوف انه فينا نمشي عكس الطبيعه، نحكي مواضيع خارج المصلحه الوطنيه اللبنانيه. كلهم هون وصلوا لانهيار كبير بشكل انه ما عادوا سياسي، للحقيقه ما عادوا سياسي. هيدا مواضيع بنيويه لها علاقه بكينونه لبنان. انا بقول لك في مبادرات، في حكي مع المجتمع الدولي، بس مش كافي اليوم. اليوم الوجع كثير كبير بلبنان، بس عم يوجع اكثر شيء مش الوجع،
لازم يعرفوا المواطنين اللي عم يسمعوني هلا شو اللي عم بوجع اكثر شيء بلبنان اليوم. هو فقدان الامل، هو انه بكره ما بقى فيه. وهيدي المبادره عم ضو ضو صغير صغير صغير، بتقول لي ضو كبير كبير، بقول لك بعد هيدا ضو صغير، بس كلنا سوا لازم نجرب نوسع اذا بدك هالشق صغير بالحايط يلي عم يفوت نور لنكبره، لنقول بدنا نحافظ على لبنان النموذج، على لبنان النجاح، التقدم، الحداثه. احنا ما فينا نكون بمعسكر معين، ما فينا، ما بيبقى شيء من لبنان. بفل كل لبنان الحلو، بفله من العالم من لبنان، او بيموتوا، او بفلوا او بيموتوا. احنا ما بدنا هيك. وانا بعرف كل لبناني بحب لبنان ما بيقبل يصير لبنان هيك ابيض واسود. لبنان ملون بكل معنى الكلمه، باللبنانيه اللي فيه، باللبنانيه المنتشرين. هيدا كله مش ما بنقبل، ما حدا رح يقبل. انا بعرف كل لبناني بحب لبنان ما بيقبل يخليه يزور. من هيك هيدي المبادره. وهيدي المبادره مبادره طلاقه بكركي بتجمع، هي بمكونها بتاريخها بتجمع، بتعاليم المسيح بتجمع، بالمحبه بتجمع، ولكن بتجمع على الخير وبتجمع على البركه. لبنان نرد البركه له. بدنا نشيل عن افكار من عند افكار مثل ما بنسميهم خارجي عن تاريخنا، خارجي عن الدي ان اي اللبنانيه. اللبناني معروف شو هو، علامه تميز، علامه حضاره، علامه علم، علامه انتاجيه، احتراف. هذا اللبناني بالعالم كله، من الست اللبنانيه للرجال الناجح اللبناني، اثنيناتهم نجحوا بالعالم وحملوا احلى صوره بالعالم. ما فينا نشوهها، واذا شوهناها بيطلع لنا مسخ، مش رح يطلع شيء ثاني، بيطلع مسخ بكل معنى الكلمه. من هيك بدنا نحافظ عليها. نعم استاذ نعمت، بالموضوع الداخلي يعني اول شيء مسيحيا من خلال متابعتك واتصالاتك، هل بتشوف انه في حد ادنى من التوافق على طرح من هذا النوع؟ وثانيا لبنانيا يعني اليوم بكل صراحه انه اذا حزب الله معارض لهذا الطرح تما نسمي افرقاء اخرين، نعم، شو بنكون عملنا؟ بنكون وصلنا لمحل في حائط مسدود وحطينا بكركي بمحل انه طرحت شيء غير واقعي كما قد يقول البعض. في وجهه نظر، وانا يعني في وجهه نظر عم تقوله انت، عم تقول هون انه بكركي هي احتياط استراتيجي، هي قدس الاقداس، مش لازم ندق فيها هلا نستعملها، نستهلكها اذا بدك. انا بقول لك مزبوط، الا بالحالات القصوى يلي اخر مثل ما بيقولوا اخر الدواء الكي. نحن اليوم هون من هيك بتستعمل الاحتياط الاستراتيجي، مع كل تقديرنا ومحبتنا لقدس الاقداس اليوم بتستعملها، لانه اذا ما بتستعملها اليوم خلصت اللعبه. عن جد خلصت اللعبه. لبنان اللي بنعرفه في امل، مش في امل، في احتمال كثير فيه يروح. هلا اذا حزب الله مش مقتنع بالفكره، اول شيء مش يعني نحن بنوقف، نحن بنكفي نقول الحق بفكره جامعه ببواب مفتوحه. نحن بنعتبر هذه هو الحقيقه، بنعزم عليها، لانه نحن مؤمنين انه نحن بنخلق خير للكل اللي بيجي لعنا. بس نحن هيدي الصوره اللي بدنا اياها، نحن ما بنغير مثل ما بيقولوا تشينج تو بليز بالانجليزي، غير لترضي. لا، نحن هذا موقفنا، هذا لبنان ما بنساوم عليه. يعني يوصل مرحله وانا بخير انه ترهنا بالتاريخ، انه بس يتغير لبنان او بس يحاول يتغير لبنان، ما بنستسلم ابدا. وهذا اليوم عم نقول للكل، نحن مش رح نستسلم. نحن لو كنا من اطياف او طوائف مذاهب وطوائف ورؤية سياسية بعيدة، نحن بنشوف بلبنان النجاح، الازدهار، لبنان جامع. من هيك بدنا نقرب نجي عليه كلنا سوا. يلي مش عم يفهم علينا لازم نساعده يفهم علينا، بكل محبة، بكل تروي، بس بكل عزم. ما رح نقبل انه لبنان يلي ربيناه بعيوننا بشهدائنا، وعم بحكي بالاف السنين بمئات السنين، انه زول. نحن هون، من هون، نحن من الشرق،
نحن مش جايين، مش نحن ما فلينا ورجعنا. في ناس فلت في مجتمعات تركت الشرق آلاف السنين ورجعت، نحن ما فلينا، نحن أهالينا ضحوا وماتوا تبقوا هون، بس تبقوا هون بشروط معينة. يعني نحن الزيح بين الحياة والموت، يعني يسوع المسيح مخلصنا هو علمنا عن الأبدية أهم بكثير من اليوم، بقى أشطر شيء بالموت نحن، نحن بنعرف نموت. خلينا نعرف هالشيء، ما حدا يخوف حدا، نحن أسياد الموت وأسياد الحياة. نحن بنعرف شو الحياة وشو أهميتها، بس نحن كمان أفكارنا ما بتدوب. رؤيتنا للبنان رؤية جامعة ولكن حديثة، فيها قيم، فيها عمق، بس بذات الوقت فيها تطور، فيها احتراف، فيها جمال، فيها تنوع، وفيها انفتاح، فيها مشرق وفيها غرب. نحن انتشارنا بالغرب كثير كبير، ثلاث مرات اكثر من ما موجود بالشرق. طب ما هودي اولادنا، نحن بدنا نضلنا على اتصال معهم. لبنان الحيادي ما اخترعناه اليوم، لبنان الحيادي تركيبته، بعدين لبنان مركب من كل الطوائف، ما في الا ما يكون حيادي. ما في سويسرا منا حياديه لانه بتحب الصليب الاحمر او لانه بتحب الطبيعه، سويسرا حياديه لانه مركبه. إذا ما كانت حيادية بالحرب العالمية الأولى أو الثانية كانوا الألمان والفرنسوية دبحوا بعضهم بجنيف. من هيك حيادية، من هيك نحن بدنا نكون حيادية. حيادية هو استقرار لبنان، الأمن القومي اللبناني بيقطع بالحيادية. هيدي الفكرة عم نفكر فيها، وهي الفكرة يلي بتجمع ما بتقسم. نحن ما عم نقول نحن بدنا نترك الشرق، الشرق بدمنا، بعظمنا، بقلبنا، بتاريخنا. نحن أبناء هذا الشرق ونور هذا الشرق وملح هذا الشرق، مع احترامنا لكل إخواتنا الإسلام، لأنه نحن بنكبر فيهم وهن بيكبروا فينا. هذه الفكرة. استاذ نعمت، هلا نهار السبت في دعوات لتجمعات معينه والى اخره دعما لمواقف البطريرك، كمان ما بتخشى حضرتك انه يعني الدخول بالموضوع الشعبي والمبارزه الشعبيه اذا بنسميها بين هلالين، مش ممكن تستجر يعني رد فعل شعبي بمكان اخر وبنرجع لمشهد 2005 ولو بشكل اخر؟ معك حق، بس نحن وصلنا لهون. برجع بقول لك لانه ما في ضوء، ما في امل. يعني انت اليوم قاعد بمحل عم بتموت، عم ينقطع النفس. يعني انا بقول لك ما في داعي كان للشارع كله، كنا بيقعدوا ستة سبع اشخاص وبيوصلوا على محل، بس ما تقدمت العمليه والوقت عم يقطع. هذه الحركه هيدي تبليشي انا لإلي، بقول لك بعدين هيدي عم تبعت امل انه اذا بدنا نصلي لفكره صار عندنا اياها. بدنا نصلي للبنان جديد ينطلق من سوابق لبنان القديم، لبنان الحلو المزدهر، ونروح نحو العصر ال21، القرن ال21، منفتحين على العالم كله وعلى المجتمع الدولي. نحن ما فينا نكون بمحور ضد المجتمع الكوني الدولي، ما فينا، تركيبتنا ما بتركب. هذا اللي عم نقوله. هلا بتقول لي يمكن يجي شارع ثاني مقابل هذا الشارع، طيب عم تقول لي انت انه في لبنانين؟ هذا اللي عم تقول لي اياه؟ انه هو مش يعني عم بتشوف سر؟ اذا في لبنانين بدنا، يعني عم تقول لي انه الحل الوحيد انه يا يعني نحن بنروح على ثاني لبنان او بنقسم؟ نحن عم نقول لا، في محل ثالث، نحترم الخصوصيات لبعض وبنعيش مع بعض بسلام، بس احتراما للخصوصيات. وهذا وهذا وهذه الفكره اللي عم نطلبها يلي انطلقت من الطائف ونحو الالفيه الثالثه والقرن ال21. برايك اليوم اختصار الازمه الحاليه بقصه حكومه يعني بعده امر واقعي، او انه لا صرنا بمحل ابعد، يعني بدنا نبحث بالدستور وبالصيغه وبكل هذا الموضوع؟ حلو سؤالك، كثير مهم. انا ما بعتبر انه بعدنا بس بالحكومه، ولكن الحكومه اذا بتتركب على الشكل
يلي بيأمن لك القدره النهوض الماليه يلي عمليا خلينا نسمي القصص باساميها. نحن بوضع مالي مزري، ما بدي اقول مفلسين على الاخر ولكن على الطريق النهائيه، ما في اكثر بقى من هالوضع. اذا عندك مجتمع حدا بيقول لك انا مستعد امل كبل لك هالحبل واعطيك شروط واعطيك الحل، ليه ما تعمله؟ باسم شو؟ باسم شو؟ شو في اضرب من اللي عم بيصير؟ عمول الحكومه جيب المساعدات اللي بدك اياها، قلع المكنه لترجع تفوت الى لو بتوجه الانهيار اللي وصلنا له. خلينا نتفق عليه انهيار على وصلنا الى مفترق طرق، النهوض موجع لانه بدنا ندفع كلفه الاغلاط. النهوض الموجع بدها ندرسه وبنسميه انه في طريقتين بالنهوض، وحده مثل ما صار باليونان قرارات صعبه كثير، مجتمع دولي حط شروط واعطيك مقابلها دعم موجعين لسنة أو سنتين، ولكن عم تبني على صخر لأنه جيك مجتمع، لأنه جيك دعم دولي، وبذات الوقت عم تصلح الأخلاق المخلوقة. وفي طريقة تانية هي الطريقة الفنزويلية يلي كل سنة أضرب من سنة وراجعين ونازلين 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 إلى شك وفاتوا بنوع من التغيير وعزل انعزال ووجع كثير كبير للشعب. نحن مش قابلين فيه. السيناريو اليوناني موجع كثير بس افضل من السيناريو الفنزويلي للخروج من الازمه الماليه، وهذا الشيء ما بيصير بلا المجتمع الدولي. هل قد هين العمليه من ناحيه الحكومه؟ هلا بتقول لي من بعد هالشيء شو بتعمل؟ انا بقول لك من بعد هالشيء بتدخل الى اول شيء اعاده احصائيه بين الشعب والسلطه، لانه القرارات المطلوبه صعبه ويمكن مش شعبيه. بدك احصائيه، انت الحكيم اللي بيقول لك بدك تعمل عمليه وتوجع كثير، اذا ما بتصدق فيه ما بتعمل العمليه. بدك مصداقيه، المصداقيه ما بتجي الا بانتخابات، انتخابات عامه مش انتخابات 10 نواب للسكين اللي حطيته بالشعب عم تهزه هلا، مش هيدا المطلوب. مطلوب انتخابات عامه. على كل حال الشعب بيقرب الانتخابات، المطلوب هلا هي انتخابات من بعد الحكومه. هذا المسار الطبيعي كان بالامور. للاسف الجمود هيدا مش عم بيخلي هالشيء يمشي. لانه مش عم بيخلي شيء يمشي، الخيار الثاني هو انه ننطر ما نعمل شيء. ولكن بالنطره لبنان عم يختفي، وانت بتعرف اكثر مني وكل واحد عم يسمعني بيعرف كيف عم بيفكر هلا، انه إذا عنده قدرة أنه يسافر عم ينبش كيف بده يسافر ويفل. صح أستاذ نعمت، بس يعني كمان على قصة الخطوات المتدرجة للحل اللي عم تتفضل فيها، يعني كل شغلة بلبنان من هالنقاط هيدي بيتلاقي لها مثل يعني عثرة إذا بدنا نقول أو عقبة مقابلة. مثلا الحكومة هلا في قصة إنه الصلاحيات والتضارب بالصلاحيات، الانتخابات رح يخلق عقبة جديدة اسمها قانون الانتخابات. كيف هيدا الخيفة مثلك أنا عليه، كيف بيتم التعامل معه؟ انا بنظري امام هول القصه، امام هول القصه اللي هي تنربط القصص ببعضها. نعم، ما فينا نكفي بلا الاصلاحات البنيويه الجوهريه يلي وصلتنا للانهيار الثاني. ولكن هل المواضيع البنيويه بدها مصداقيه بين الشعب وممثلينا؟ مجبور اعمل انتخابات لجيب ممثلين او اعيد الثقه بالموجود، بنشوف الانتخابات شو بتعطي، ومن بعدها بفوت الى طرح موضوع كبير من هذا النوع. من هيك انا مش مع انه دق بقانون الانتخاب هلا، بس لانه معي وما معي طرف الوقت. انا خيفان وبدي اقول لك من قلبي عم بحكي، وانا بقف اللي عم يسمعوني بحبوا لبنان. لبنان يلي بنعرفه بعد سنتين بيختفي، الدي ان اي تبع لبنان بس يروحوا 1000 و2000 حكيم، بس يفلوا الاكزيكتيفز المهمين من لبنان، بس تفلس المدارس والجامعات من لبنان. المشروع يلي صار له 500 سنه عم نتعذب نعمره
بيختفي، لانه الزمن اللي جاي زمن اذا في نهوض اليوم متوقعين من بعد الكورونا، يعني من بعد بالكوارتر فور يعني سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر ببلش نشوف نمو ب 7% بامريكا و 5% باوروبا. ما بقعد يبقى حدا بفلوا كل الناس اللي مهمه بلبنان، واذا فلوا باللي جاي والنهضه التكنولوجيه اللي جايه بالعشر سنين القادمه، اذا نحن كنا خارجها نحن بنرجع الى القرون السوداء، بنعيش مع ثلاثه او اربع بلدان بهالعالم بغير كاننا بغير كوكب. هيدا هالقد خطره الشغله. من هيك لازم نتحرك بسرعه لنحافظ على الدي ان اي لبنان يلي اسمه العلم ومركز الطب بالشرق، كل الباقي بيجي بعدين. شفت ما بيحكوا انه لبنان بلد السياحه وبلد المصارف وبلد الفن، كلهم هودي اجوا من هوديك. هودي كلهم مثل ما بسموها نتيجه هوديك. القلعه هو العلم، المناره هي العلم بلبنان، عمرها 500 600 سنه الشغله. هيدي معقوله تختفي؟ من هيك انا بسرعه كثير بدي اقول انفتاحنا على المجتمع العالمي انطلاقا من انه هيدي مش تحدي، هيدي نقطه تلاقي بين الدول. نحن مع غبطه البطرك، ما داعي لبلدين ثلاثه يعملوا مؤتمر للبنان، داعي لمؤتمر للبنان تحت مظله الامم المتحده. هذا 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 موضوع كبير. واذا في ناس حكوا بفصل السابع او فصل خيمه، ما لها علاقه العمليه، شو قصه السابع؟ نحن انطلاقا من المؤتمرات الأبلة واخر مؤتمر كبير نعتبره انا نحن اساسي وقف تنفيذه بعد سنتين هو الطائف. بدنا نقلع من هون، مثل واحد وقف الخبريه بده يقلعها، بدنا نقلعها من هون، ومن هون بنكفي بنفوت الى انتخابات، بعد الانتخابات بنفوت بالتغييرات التطوير الكبير نحو لبنان الالفيه الثالثه. سؤال كبير بدنا نساله لحالنا وللبنانيين وللي عم يسمعوني، بدنا نشارك بالتاريخ بالالفيه الثالثه؟ بدنا نسجل براءه اختراع؟ بدنا نعمل ارتفيشال انتليجنس بلبنان؟ بدنا نعمل جينيتك ثيرابيز بلبنان؟ بدنا نعمل نانو تكنولوجي بلبنان؟ بدنا نعمل بيج داتا بلبنان؟ هذا ال 20 سنه القادمه ولا لا؟ بدنا نروح نحكي بغير مواضيع انه علاقه بالقرون المظلمه؟ هذا السؤال الكبير. استاذ نعمت، يمكن البعض هلا اللي عم يسمعك يقول انه الكلام اللي عم تتفضل فيه ما في اثنين بيختلفوا عليه وكثير نعم. جميل، بس انه نوعا ما مثالي. ليش؟ لانه نعم. اذا بنشوف تاريخ لبنان الحديث هو عباره عن مراحل فاصله بين اذا بدي اسميها ترقيعه وترقيعه، مثل ما يعني ترقيعه وترقيعه دستوريه وسياسيه بتهدي الوضع كم سنه بنرجع بنعلق من اول وجديد. يعني هلا كل القصه امريكا وايران يتفقوا بيروق الوضع عنا شوي بيمشي الحال وبنرجع بعد 10 سنين بنوقع ذات الوقعه. ليك مرجان، اول شيء نحن ما بنعرف، لازم نعرف حجم، نحن بلد صغير، نحن ما بنتاثر بالتأس، نحن بنستفيد من التأس. عم تقول لي انه بس يصير في ربيع، اذا انا بروح بزرع زهور شيء، واذا بزرع قمح او ارز او سنديان شيء ثاني. نحن بس يجي زمن منيح لازم نعمل شيء بنيوي عميق، مش نزرع زهور ونقعد نرقص. نحن اذا جاي زمن مثل ما عم تقول لازم نكون عم نعمر، حاضرين حالنا لنعمر لبنان الجديد يلي مبني على اللي اتفقنا عليه بالطائف ونكفي نحو الالفيه الثالثه. وعلى فكره البذور المزروعه، البذور المزروعه فيها تنمى كثير. يعني اليوم بين اللامركزيه المطروحه بالطائف، بين المسجد الشيوخ المطروح بالطائف، بين كل المجلس الاقتصادي الاجتماعي اللي طرح بالطائف اللي حط بالطائف، كل هودي حطوا لها بذور كثير مهمه نحو التطور ومنه الى 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 رؤيه لبنان الالفيه الثالثه. بقى انا بنظري من الحكمه انه نستفيد من الربيع، ومن الحكمة كمان ننتبه كيف بأيام الشتاء ما يصير نحن مثل ما بسموه الجل الواطي. يعني تتعلمني ستي تقول لي الجل الواطي بيشرب ميته ومية غيره، إذا نحن أوطى جل
كل الصيف تبع المنطقه بتجي لعندنا، في ايام الشتاء لازم ننتبه، وبايام الصيف ايام الربيع وقت الزرع وقت الخريف وقت الزرع لازم نشتغل لنعمل شيء بنيوي. فاذا اليوم المؤتمر الدولي هو انا بنظري يلي بيسرع الخروج من الازمه، لانه طرف الوقت ما عندنا اياه، لو عندنا طرف وقت انا بقول لك فينا نساوي. من هيك ما عندنا، لازم بسرعه كثير نتحرك نحو المجتمع الدولي بنيه جمع. من هيك انا بحب استعمل هالشعار، كركي بتجمع، كركي بتجمع، هيدي النيه، بس بتجمع على الخير على البركه على النمو. نعم استاذ نعمت، اذا بتسمح يعني بدنا نستفيد من وجودك معنا لنسالك، حكيت لنا عن الانتخابات الفرعيه. نعم. اليوم اول شيء هل برايك رح تصير هالانتخابات؟ وثاني شيء هل مش مقتنع انه رح تصير؟ طيب اذا صارت رح تترشح؟ لانه انا قريت لك انك قلت انه الناخبين بقرروا. الناخبين بقرروا ما في شك، بس انا بقول لك شغله، يعني معنيين كثير يعني وناخبين مثل ما عم نشوف، يعني مش عم بخلونا ما نتريس، حتى بدهم اياني اترشح امبارح. بس انا شخصيا بقول لك بدي انطر. اول شيء مش مقتنع ابدا، بس يعني بس مش واعي بالصوره، يعني انا لالي مش عم تطلع صور اقلام الاقتراع، بس يكون الصف من 3 ساعات واربع ساعات من برا من الطريق ونازل بالدرج وفيت بالكوريدور ليصال على قلم الاقتراع. فيك تخبرني هاو كيف انا اعملهم بكورونا؟ 3000 اصابه في النهار، كيف يعني في مسؤوليه وطن. بعدين في الوورلد هيلث اورجانيزيشن يمكن تعمل لنا قصه، بعدين نحن حيلا واحد بيتشكى علينا، بدنا تعالوا يا خيي، انا زلمه ما بسترجي روح صوت، بدي صوت بس ما بسترجي روح صوت، شو بتعملوا لي هالقصه؟ بس على كل حال انا جاهز لكل شيء يعني، بس انا بقول لك وضع الكورونا مهم الميله، وميله ثانيه الحقيقه في يعني بعتبر انا اهم الاستقلال، كانت موقف تيقول انه بدنا انتخابات عامه، ما بجاوبها بهالطريقه، بس على كل حال اذا تجاوب بهالطريقه كل حلس له حديث. برجع بقول لك انا مش مقتنع تقنيا ماني مقتنع، يعني كورونا مشكله كثير كبيره، وللاسف كان عندنا امل واحد للانتخابات الفرعيه او المبكره، هي انه نكون عم نلقح بسرعه، يعني يا عيب الشوم سرعه التلقيح، يا عيب الشوم، شو هالفضايح اللي عم نشوفها؟ شو هالفضايح اللي عم نشوفها بالتلقيح؟ نحن انا على طول بتطلع انه الحوالينا لندن قطع حطه على 60 50% 60%، وبلشوا مش مأخرين. اسرائيل حدنا يمكن رح يصيروا 90% 80%، يعني هون يعني بس بدي اقول لهم امنيا من ناحيه الامن القومي، بتعرفوا شو يعني انه نحن بعدنا مش ملقحين شيء، ولحولينا او اسرائيل صارت بال 90% توقيع وحمايه، يعني شغله خطره. هالتاخير كله اذا الارقام مثل ما عم بفهمها اليوم 2000 و3000 بالنهار، يعني بدنا بال 2026 27 اذا طلعنا ال 5000 بدنا سنتين. اذا لازم نطلع، ما زال فتحت الموضوع، شو لازم ينعمل تحت تسرع القصه؟ اول شيء ونجرب نلحق غيرنا. لازم القطاع الخاص، نحن كل عمرنا القطاع الخاص، ان كان بالتعليم، ان كان بالشراك، ان كان بكل شيء، برهن انه هو عنده قدره سريعه كثير للتحرك. اول شيء بدنا نطرح ندعي القطاع الخاص اللبناني يفرجينا قوته هلا ويشتغل عليها، هاي وحدة. اثنين، ما بدنا نخوفه. اليوم انا اشتغلت على هذا الموضوع كثير وبعدني عم اشتغل عليه، اليوم عندي هاجس انه نحن اليوم في ناس ما بتجيب دولارات الا دولارات مضبوطة من جيبتها، ويجيك واحد يجيب دولارات على 1500، بتكون انت اشتريت بضاعة وبدك تصرفها بلا اي ربح، بس تلفتك دولار مضبوط، بيجيك بمجرد ما يجي واحد فريق من الافرقاء جايبها على ال 1005
هلك بيهلك الدنيا من هيك بدنا تنسيق كثير كبير قرار هل 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 هل, هل التلقيح بده يستورد بدعم او بلا دعم لازم يطلع في قرار واحد بلبنان وبهالقرار هيدا يعمم على الكل والوزاره تسهل قد ما فيها وهي عمليا شغله ما تفكروها هيني يعني برا عم بيصير في ضغط كثير كبير على التلقيح ولكن المجتمع الخاص بيسرع كثير الامور لازم يكون في عندنا ترانسبرنسي كثير كبيره ما بقى يكون في بقى مفاجآت في المسار هلا مع المجلس النواب وهذا شيء يعني مش مقبول برجع بقول لك المراكز التلقيح لازم تكون كثير كبيره لازم نحط رقم كل يوم كل يوم على بكره كل يوم على بكره نقيس هذا الرقم نقول ليش لقحنا اليوم تحت ال 10,000 نحن بعدنا خسرانين كل شيء تحت ال 10,000 بالنهار نحن عم نخسر المعركه بدنا نوصل لل 10,000 هذا الرقم لازم كل يوم كل يوم كل يوم مجلس الوزراء يحكي فيه كل يوم كل يوم كل يوم ويشوف ويشوف شو ناقص القطاع الخاص ليجيب التلقيح وشو ناقص القطاع العام انه مش عم بلقح شيء هذا السؤال كثير هذا الرقم كثير مهم نعم لنختم نحن وياك استاذ نعمت يعني قلت لنا بالحلقه انه اكبر مشكله اليوم عم تواجه اللبنانيه انه مش شايفين في امل يعني مش عارفين نعم. لوين رايحين نعم. شو اول شغله يعني شو المؤشرات لعوده الامل يعني ولو مؤشرات بسيطه شو لازم ينطروا تيبلشوا يحسوا انه لا الامور راح تتحسن ولا اول شيء بلبنان في طريقين طرق مثل ما بيقولوا عادية وشيء غير عادي العادية هي أنه تتشكل حكومة راضي عليها المجتمع الدولي ده دغري يقول لك أوكي هلأني أنا مستعد ضخ المال المطلوب لبلش دور المكنة نحو النهوض من الأزمة اثنين أكيد القرارات الكبيرة المطلوبة من هذه الحكومة الجديدة بلش تتنفذ يلي هي أول شيء في قرارات موجعة ولكن بالناقة اثنين تسكير الحدود 100% بلبنان لنقدر إذا بدنا ندعم يصير في دعم باقي بلبنان ثلاثة ترشيد الدعم ليبقى الدولارات الأخرانيات اللي موجودين يروحوا مطرح ما يكونوا مطرح ما يكونوا هذه الطريقة البزنس أز يوجوال أما الطريقة الثانية يلي أنا لقلي اليوم بلشت بنداء بكركي هي نبلش نشوف الضوء الصغير يلي اسمه المؤتمر الدولي نبلش نشوف ركائز له بالعالم استجابه من دول معينه يعني النهار اللي بسمع من احد الدول انه والله نحن بنطلع الفكره بلش يقبل هذا الامر كل دوله بتنضم خاصه اذا كانت من الدول الكبيره المهمه ومن الدول يلي عم تخصمها بتزيد الامل نحو المؤتمر الدولي لانه نحن عن جد ما بقى فينا نكون ساحه صراع ما فينا نكون ساحه صراع هذا اللي بيزيد بحط الامل غير هيك اقل من هيك ما في انا بنظري عمليا اذا صار في قرار جريء بعين الانتخابات العامه لليوم بقول نحن نظرا للكورونا الموجوده نتوجه بنقول بدنا على القليل سنه على القليل سنه اللي يصير فيها نعمل انتخابات اذا لقحنا ب 10,000 بالنهار نحط الرقم اذا عمل لقحنا ب 10,000 بالنهار فينا نعمل انتخابات نبلش نفكر فيها بعد سنه بنحضر حالنا على انتخابات عامه على القانون المطلوب انا باكد لك انه هيدي بتعمل ثقه كثير كبيره انا باكد لك انه هي بتعمل الساعه نعم شكرا لك استاذ نعمت فين بعد عندك شيء بتحب تضيفه؟ لا انا بدي اشكركم يعطيكم الف عافيه شكرا لك استاذ نعمت فريم مشاهدينا خليكم معنا بعد الفاصل رح تنضم لنا المحاميه نور بزه من تحالف متحدون
عودة إلى حلقتنا لهذه الليلة، وبتنضم لنا بهذا الجزء المحامية نور بزة من تحالف متحدون. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. يعطيك ألف عافية أستاذ جو، ثانك يو على جد. نحن يعني بنعرف انه تحالف متحدون عم يتابع سلسله من الملفات. امبارحه مؤسس التحالف دكتور رامي علاق كان عنده اطلاله على الفيسبوك حكي فيها بنقاط عديده، هو على كل حال رح ينضم لنا باخر جزء من الحلقه، بس معك يعني بدنا نشوف متابعتكم لموضوع تهريب الاموال والتلاعب بقيمه العمله الوطنيه، وين صرتوا بمتابعه هذا الملف؟ اذا ممكن يعني نختصر ونوضح النقاط، تفضلي. خليني أول شيء أعرف عن حالي، أنا نور بزة، حقوقية من الفريق القانوني لمتحدون، واليوم حابة أحكي بصفة مواطنة. نعم. إذا بتسمح لي أستاذ جاد قبل ما أفوت بأي تفاصيل، خليني ألفت نظر المشاهدين لشغلة بس. نحن كتحالف متحدون لما بدنا نبني أي ملف فساد ما عم نتجه نحو الإخبار، يعني انت وانا بنعرف انه الاخبارات لما تتقدم مصيرها اخر شيء لفلفه ونحاول حط بالجرور، بتاسف اني اقول هيك. دائما بملفاتنا عم ناخذ صفه الادعاء الشخصي، ولحتى يكون في عندنا صفه ومصلحه لحتى نقدر نلاحق الملف لاخر نفس، يعني مثل ما بيقولوا. واذا بتسمح لي بحب اقسم اللي بدي احكيه لمرحلتين. أول شيء قبل ما نروح على محاكم جبل لبنان، بدي أقول إنه نحن تقدمنا بأكثر من 40 دعوة على العديد من المصارف بوكالتنا عن مودعين. حصلنا شوي من الحقوق، بس مثل ما بنعرف بسبب كورونا هلأ تم التأخير شوي، وبعدنا عم نتابع يعني. والأهم تقدمنا بدعوة لدى النيابة العامة التمييزية، دعينا فيها على 20 مصرف بالاسم وعلى جمعية المصارف بإساءة الائتمان وبالتحريض وبإصدار تعاميم مخالفة. ولأنه ادعينا بجرم إساءة الائتمان اضطرينا أنه نبعث إنذارات لكل المصارف المذكورة ولجمعية المصارف، وهيدا نص إنذار. وتم الرد علينا من جمعية من العديد من كل المصارف actually، ومن جمعية المصارف كمان بواسطة وكيلهم الأستاذ أكرم عزوري. صراحة بهالمرحلة وللأسف فشلت كل مساعينا، يعني مع النائب العام التمييز المالي ومع النائب العام ومع النائب العام المالي، وحسينا إنه ما في نوى وإنه كل الدعاوى اللي عم نتقدم فيها يعني كيف بدي اقول لك كانت ماضيه على الوقت، بتاسف اني اقول هيك. هون انتقلنا للمرحله الثانيه. نعم. اسمي جد عم تسمعني؟ نعم تفضلي. اوكي، لما انتقلنا للمرحله الثانيه لجأنا للمحاكم بجبل لبنان بحسب الاختصاص اكيد، وقدمنا دعوه امام قاضي التحقيق الاول الرئيس الاولى منصور على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بجرم مخالفة المادة 91 من قانون النقد والتسليف. بهيدي الدعوة وكيل سيد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان تقدم بمذكرة دفوع شكلية، ونحن ردينا أكيد على هيدي المذكرة وناطرين الرئيس زياد مكنا. في عنا جلسة إصدار القرار بالدفوع ب5/3، وهون بدي أقول شغلة، يعني يمكن نروح على انه يا بده يقبل الدفوع يا بده يرد الدفوع. اذا قبل الدفوع رح يكون في عنا موقف قانوني اكيد، واذا رد الدفوع بدنا نروح على جلسه استجواب الا اذا استأنف امام الهيئه الاتهاميه. هون يمكن دكتور رامي قال امبارح باللايف تبعه، قال انه الناس عن جد ملت وما بقى قادرة تتحمل استئناف ورد وشكليات، يعني مثل ما قال الناس سن سنانها هالمرة وما بقى قادرة تتحمل، يعني العالم وكل اللي عم يحضرني وحضرتك بتعرف الوضع أكتر مني، فما بقى رح نسمح. هون في جريمة واضحة وما بقى رح نسمح إنه يكون في جريمة بلا مجرم. بيكفينا لهلأ يعني كل هالجرائم اللي عم بتصير وما فيها مجرمين، فهالمرة ما رح نقبل أبداً بهيدا الشيء يصير.
وخليني هون أوصل للملف اللي بهم حضرتك، يمكن اللي هو الملف الأهم، ملف السيارة. نعم، بس قبل بالنسبة لموضوع الأموال المحولة يلي هو النقطة الأساسية اللي كنت بدي أحكي معك فيها اليوم، يعني بغض النظر عن كل هذه التفاصيل القضائية، في الموضوع التشريعي شو موقفكم منه؟ يعني أنه في قوانين مطروحة ولا تقر بهذا الإطار، شو موقفكم كتحالف متحدون من هذه النقطة؟ هلا نحن عم نشتغل على هيدي النقطة وبصدد انه نتابع اكيد. بس يعني نحن بتعرف انت دورنا كمحامين هو انه ندرس ملفات ونقدم فيها دعاوى، وبهيدا الاطار تحركنا كمان اذا عم تحكي بقصة الاموال المهربة، وادعينا على حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة. لا اوكي بس عم بحكي على الموضوع القانون المطروح بمجلس النواب. سوري؟ عم بسألك عن موضوع في قانون مطروح بمجلس النواب اليوم بالنسبة لموضوع الأموال المهربة، عم بسأل عندكم موقف منه، درستوه، تعطيتوا بهذا الموضوع؟ أكيد. هلا هو القانون كان أخذ صفة العجلة، ولما اضطروا إنه يحطوا بعض التعديلات عليه، لما اضطروا يحطوا انه بعض التعديلات عليه سقطت صفه العجله عنه. بس نحن عندنا هون تعليق على القانون، نعم، انه ما تناول مراسيم تطبيقيه، وانت بتعرف لما يكون في قانون بلا مراسيم تطبيقيه كثير صعب انك تقدر تطبقه بلبنان. حتى ببعض المواد منه عطى صلاحيه، يعني صلاحيه التحرك اذا بدك، او الملاحقه لا مصرف لبنان او لحاكم مصرف لبنان، فانه هون بنرجع بندخل بدوامه. بس انا خليني اذا بقدر تفضلي اكيد احكي عن ملف السيارة، لانه ملف جدا بهمنا انه نطلع. نعم تفضلي. المشاهدين عليه، هي شكوى تقدمنا فيها لدى نائب العام الاستئنافي الرئيس غرعون، وهلا دكتور رامي رح يطلع من بعدي كمان ويعطي ابديت عن هيدي الشكوى. ذات واي انا بهمني اطرحها، وبهمني كمان اني اطرح اسماء الصرافين يعني اللي ادعينا عليهم. نقيب الصرافين محمود المراد، صيرفي وليد المصري، صيرفي وائل حلاوه، صيرفي وليد وهبه، صيرفي رامز المكتف، وحاكم مصرف لبنان وبنك سوسيتي جنرال، ممثل برئيس مجلس ادارته السيد انطون، ومازن حمدان مدير العمليات، سيد مازن حمدان مدير العمليات النقديه. هلا نحن انا بفضل ما نفوت باسامي، على كل حال يعني اي شخص بيورد اسمه له حق الرد بالحلقه، بس انه خلينا نحكي بشكل عام عن الدعوه من دون ما نفوت باسامي. اوكي. الجرم اللي ادعى عليه بهيدي الدعوه هو تبييض الاموال، واخر مستجدات هذا الملف، وهي شغله بنشكر نائب العام الاستئناف الرئيس غاده عون عليها، لانه تم الاستماع من قبل النائب، يعني من قبل رئيس غادة عون لعدد من المدعى عليهم بصفة شاهد، مع أنه بتعرف هلأ الوضع كورونا وتعبئة، وأغلب القضاة يعني عم تتحجج بهذا الشيء لتأجل جلساتها. بس مشكورة الرئيس نائب العام الاستئناف الرئيس غادة عون على جهودها يعني. وتم الاستماع لعدد من المدعى عليهم بصفة شاهد بس من دون حضورنا. هلا كان في كورونا وكان في تعبئه ويمكن كان في وضع، نتامل انه هيدا الملف يكفي. هلا يمكن خفت التعبئه شوي، في ايجابيه كثير بهيدا الملف، ويعني عندنا ثقه انه رح نكفي يعني باقصى من ما بنقدر من جهود يعني، وبما يملي علينا واجبنا يعني اكيد. وان نعم. شاء الله يعني بيكون في تعاون مع رئيس غادة عون بهذا الموضوع. بس انا بدي اسالك، يعني انتم على اي اساس بتنقوا المواضيع اللي بتفوتوا فيها بدعاوى؟ سوري ما سمعتك. بدي اسالك سؤال عن طريقه عملكم، يعني انتم على اي اساس بتختاروا الملفات يلي بتفوتوا فيها بدعاوى؟ نحن مش بس عندنا دعاوى بموضوع الاموال المنهوبه والتلاعب بسعر صحيح صحيح العمله، عنا ملفات الفساد، وهلأ ما بعرف العالم فيها تفوت على صفحة الفيسبوك وتتابع معنا أكثر أبديت. عنا ملف النفايات بطرابلس، وعنا ملف التحقيق العدلي كمان، يمكن دكتور رامي لما يطلع يحكي عنه بموضوع المرفأ، انفجار المرفأ. صح مزبوط، نحن مدعين.
وكمان في موكلنا الأستاذ زياد ريشا، كمان هو مدعي، هو خسر والدته بالانفجار، وحكينا عن هذا الملف، وهلأ إن شاء الله يا رب يكون في إيجابية من الرئيس بيطار. نعم، بعد عندك شيء بتحب تضيفيه قبل ما نروح للدكتور رامي؟ هلأ اللي بدي أقوله بس إنه الناس خسرت كل شيء، فعنا هلأ بس هالأمل البسيط الصغير للمحاسبة من داخل المؤسسات، عنا أمل بالقضاء أو إذا بدي أقول يمكن بالقضاة النزيهين بعد. ما بدنا نفقد الأمل وننتقل لمواجهة شاملة، يعني مثل ما بيقول دكتور رامي مسبحة الفساد بدها تروح سبحة سبحة، we have to start somewhere يعني، وإن شاء الله هيدي الملفات بتكون هيك start لحتى نرجع نقدر نبني وطن، نقدر عن جد نقول له وطن. بعد عندكم ثقة بالسلطة القضائية؟ يعني من بعد كل شيء بنسمعه الناس صار انطباع العام إنه السلطة القضائية يعني اللجوء لها صعب كتير يعني إنه يوصل لمطرح، نحن بنشوفكم بعدكم مثابرين على هذا الموضوع. إذا بدك تتوجهي للعالم بموضوع السلطة القضائية، شو ممكن تقولي لهم؟ أنا يعني دكتور رامي قال امبارح إنه إذا خليت بليت أكيد عندنا ثقة وأكيد في قضاة نزيهين. بدنا بوش، بدنا مساعدة من العالم، عم نحكي معنوية، عم نحكي يعني يكونوا بظهرنا وبظهر كل القضاة النزيهين اللي لما يحكموا عن جد عم بيكونوا عم يحكموا باسم الشعب اللبناني. بتمنى يعني ما يخيب ظننا بس بالآخر. نعم، شكرا لك نور بزي من تحالف كلك ذوق من تحالف متحدون، اهلا وسهلا فيك. رح ننتقل لمؤسس التحالف دكتور رامي علاق، مساء الخير واهلا وسهلا فيك. مساء النور يا هلا. في عندك معلومه بدك تعطينا اياها عن موضوع الصيرفه قبل ما اسالك سؤالين عن موضوع المرفأ، تفضل. اوكي، بالنسبه لموضوع دعاوى الصيرفه وحاكم مصرف لبنان والمصارف، اليوم في خبر يمكن ورد بجريده الاخبار من حوالي الاسبوع انه في ضغوطات هائله رح تحول دون التقدم بهذا الملف. هلا الملف هو قدام مدعي عام جبل لبنان وجزء منه قدام قاضي التحقيق الاول بجبل لبنان. لحد هلا نحن ماشيين مضبوط بالملف، نحن فريق مدعي، القضاة يعطيهم العافيه عم يشتغلوا مضبوط، خاصه مدعي عام جبل لبنان. لحد هلا اليوم بدي احكي بشغله يعني حقيقه، لمست بشكل عام انه في ناس عندها اراده يوقف هالملف باي ثمن. اليوم اللي بدي اقوله، نحن بس توجهنا للقاضية غادة عون، ما توجهنا لها بالشخصي ولا بالسياسه ولا بشيء فئوي، بس سكر عنا القضاء نهائيا عند مدعي عام التمييز وعند نائب العام المالي اللي ما عم بيقوموا بدورهم ابدا. ما بقي قدامنا الا قضاء بجبل لبنان، وبنو مستهدف بشكل محدد، بس اليوم بدك تدعي والا خلص بتاكس على كل القضاء. اللي صاير بحسب رؤيتي للموضوع انه القاضي غادة عون اخذت خطوات جريئه، تجردت فيها بكل مهنيه للسير قدما بالملف. انا ما بدي احكي اكثر تفاصيل لانه نحن فريق بالدعوه لنحافظ على المهنيه بالتعاطي بعلاقتنا مع القاضي ومع الخصم. فاللي صار انه يعني كل السياسي بلبنان حاكم الجميع، اخذت خطوات تعلو او ترتقي الى هاليمين اللي خصمته، وبلشت القواس يعني انهالت من كل حد وصوب، كانها عملت جريمه العصر انه بدها تقدم بملف في رياض سلامه، استدعت بعض الصرافين وماشي بالملف، وفي ملف ثاني بالافراع غير المشروع على رياض سلامه ومريان حويك وجاد سلامه الى اخره. اليوم اللي بدي اقوله، انا قلته امبارح بالتسجيل بالفيديو، كل قاضي يقوم بما يملي عليه ضميره، لانه بطلت القصه سبق ادعاء ودفوع شكليه، قصه جريمه كبرى بحجم الوطن. سرقوا مصريات العالم وجرى عمرهم وعم يمشوا بجنازتهم.
اليوم ما رح نوقف قدام دفع شكلي وقدام سبق ادعاء وكذا، ما حدا يهول لا على القاضي عون ولا على اي حدا ولا علينا. هيدا الملف ما رح يبقى مثل كل الملفات، جرائم بلا مجرمين. لا يمكن، انا عم بحكيك في نفس بقول لك انا واحد من اللي عجزتي اذا بده يصير هيك. لا سألين عن الادبيات ولا عن الممارسه الشكليه للمحاماه والعلاقه مع القضاه والقضاء. خلاص وصلنا الى قعر الالم الذي يكوينا جميعا. واتمنى، انا ما بدي اعمل احكام مسبقه ولا بدي سوبق على اللي بدها تقوم فيه القاضي غدا عون ولا القاضي الاولى منصور. اتمنى وادعو واصلي لانه بعرف قد ايه حلقه المنظومه الفاسده اللي بدها تمنع هؤلاء القضاة المتبقين، يعني هذين القاضيين من المنظومه القضائيه اللي نحن ما بيقلنا غير هودي. اتمنى انه الامور تصل الى خواتيمها. دلائل الموجوده، الملف كبير، اللي الشرح بموضوع الصرافين ما بين يدينا من معطيات يخبر اكثر من ثلاث ارباع قصه اللعب والتلاعب بالعمله الوطنيه وتحديد سعر الصرف. ما فينا، في اعترافات دامغه يا اخي، بالشوالات الدولارات عم تنقطع من دون وصولي من حاكم مصرف لبنان ومساعدينه من دون ايصالات. مصرف اس جي بي ال يعني ما بكفي، قضوا على الناس وسحقوا الناس ومرضوا الناس وسرقوا جرى عمره، وهلا بعز الازمه لا زالوا عم يستفيدوا من الفوائد ومن غيرها ومن التحويلات. ويمر خبر تحويل 400 مليون دولار من اصل 2 مليار، هيك استعراضات اعلاميه وما في شيء. مدعي عام التمييز يعني ماشي، ما استدعى مريان دحويك، ما استدعى جاد سلامه، ما استدعى ابنه ندي سلامه، ما استدعى ابن خيه. طيب يا خيي، في مستندات اوكي بالاعلام، بس هيدي مستندات وصكوك بعشرات الملايين من الدولارات باسمائهم. يا خيي من اين لك هذا؟ اليوم بجحنا وقدام المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي صار عندنا قانون حمايه كاشفي الفساد، قانون حق الوصول الى المعلومات، الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد، قانون اثراء غير المشروع، تبييض الاموال. يا اخي هودي القوانين هلا وقتهم، يا عم تضحكوا كثير على العالم وعلى حالكم وعلى المجتمع الدولي، يا هلا وقتهم. وهون الدعاوى اللي قدمناها امام مدعي عام جبل لبنان وامام قاضي التحيه الاول بجبل لبنان هي تفند وتستفيد من هذه القوانين بشكل غير مسبوق لاول مره. نحن يمكن قالت نور ما بنقدم اخبارات، نحن بنصيغ ملف، نحن نتعب لنعمل قضيه نتخذ فيها صفه الادعاء الشخصي، مش بس من شان يكون عندنا صفه ومصلحه، من شان نقدر نتحمل مسؤولية الملف وعم نتحمل مسؤولية الافتراء. وبهالصفة والمصلحة ما عم نلعب هون، ما عم نحكي مع ناس عادي يعني مروا مرور الكرام، لا مش مسموح ابدا. مئات الملايين من الدولارات تمشي هيك، واليوم عم تموت العالم ب 50,000 و 100,000 على باب المستشفيات. لا، ندعو ونشد على ايادي هذين القاضيين وكل قاضي شريف، انا ما بدي احصرها يعني، هناك في اماكن مختلفه قضاة عم بيمشوا لقدام. واتمنى ان تصل الامور الى خواتيمها، مش كرمالنا، كرمال الام الشعب اللبناني اللي سرق جنى عمره. وان شاء الله يا رب الخطوات اللي صارت لحد هلا جيده وممتازه وجريئه، ان شاء الله تكمل، وان شاء الله ما نضطر نتعامل مع ضغوطات من نوع اخر، بدل ما نمشي قدما في الملف ونشوف ناس مستجوبه موقفه وراء القضبان، الاموال المختلسه مستعاده. نقطه عصر. نعم، خلينا نظرا لضيق الوقت بدي اسالك بعد عن موضوع المرفأ، اليوم يلي صار بموضوع المحقق العدلي والمحقق العدلي الجديد يلي استلم، كيف قريتوها؟ يعني في كتار متاملين خير، حضرتكم شو بتشوفوا؟ كمان نفس الطريقة، نحن أصلا لا نلجأ إلى الإعلام إلا بعد ما نسلك جميع السبل، ما يبقى سبيل قدامنا، نضطر الملف شايفينه راح على الجرور، بنروح بنعمل ضغط رأي عام وإعلام. ما بدي سوبق على القاضي بيطار، مشهود له بنزاهته وكل شيء، نتعامل معه بغض النظر مين ما كان يكون، محقق عدلي، عنده واجبات، أنا دافع ضريبة، في ضحايا عم يشتغل لخدمتهم، هيدي هي القصة باختصار. التجربة مع صوان بدي انتقل منها، هذا ملف طوي صفحته، ولكن كانت مريرة جدا. يعني مع كل الدعم اللي عملناه للملف وللقاضي صوان بدون ما نعرف لا خلفياته ولا انه جزء من مسرحية منذ البداية. على كل حال رح ينزل مقال عن متحدون احد الحقوقيين ميرا عجمي، رح تحكي فيه عن تفند قرار محكمة التمييز الجزائية بنقل الدعوة والى اخره.
مسرحية بامتياز منذ البداية، ما بتحكي أكثر من هيك. نتمنى أخطاء ومخالفات جسيمة للقانون أم فيها لا يمكن لمحقق. يا أخي كيف زياد ريشة بيقدم دعوة قتلة والدته مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي مع كل المستندات الثبوتية؟ كيف ما بيقبل القاضي صوان؟ هذا كان قبل 10 أيام ما يستلم القاضي بيطار. كيف بدك تحولها أنت مع القرار الظني للمجلس العدلي؟ ما أنت بتعرف بس تحول الملف بالقرار الظني تنظر المحكمة بهالحالة للمجلس العدلي خسراً بمنطوق أو مضمون الادعاء. يعني أنت شو عم تعمل؟ شكليات وتحملها أنت عم تكون مجرم كنت. أنت عم تحمل دم أمه لزياد ريشة، عم تحمل دماء الضحايا. طلعوا منا القضاء هالقد يا قضاة ويا شهابزة لتواخذونا نحكي الأمور مثل ما هي، لأنه اليوم غضب الناس خافوا منه أكثر من غضب السياسيين. انتبهوا له هيدي في مرحلة جديدة جاية. نحن ما فتنا قصر العدل لنتسلى، فتنا لحتى نعطي رسالة رح تكمل. قبر العدل مش لازم، مش مستحيل يضل قبر العدل. نحن بدنا العدالة، بدنا القضاء المستقل. هيدا اللي بدي اقوله بالتحقيق العدلي، فيه احكي معك كثير بالتفاصيل، وكل ما لدينا موثق كله بطلبات الحمد لله ركمها القاضي صوان واهمل النظر فيها وناقض بحد ذاته اللي قاله. يعني انا بدي اعطيك مثل صغير، انا سوري بستحي يعني مجالس بالامانات يمكن، ولكن بدي اختم فيها لانه انا اليوم هذا قاضي. يا اخي نحن مقدمين طلب استماع للرائد نداف تمدع عليه بحضورنا، حقنا، نحن فريق بالدعوة، أنا فريق بالدعوة. اليوم عم نروح نراجعه بالطلب، أنا عم راجعه، كان عنده الكاتب أو كان في ناس بالمكتب. يا أخي سمعت حكي، معليش بدي أحكي. والله عم بيراجعه كثير وعنده وصايد كثير ووصلت لعند رئيس الجمهورية، وبالنكاوي ما راح أخلي سبيله، أنا مسؤول عن هذا الحكي 100%. يا اخي انت كيف؟ نحن ما حكينا عن صوان وما طلعنا وبعدنا ساكتين وساعدناه بنقل مكتبه وغيره وغيره وعززنا عملنا حطينا كل مصادرنا بخدمته لانه هذا دماء ناس، هذا ملف لبنانيه بغض النظر مين ما كان يكون. كيف تحكي هيك؟ اخي انت كيف فت على القضاء؟ انت كيف 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 ما بتستحي؟ وشو انت جاي تعمل نكاوي؟ انت جاي حاكم؟ ما بتحكي بس عن هذا الموضوع، انت اليوم بتضرر بيتك بالاشرفيه. منك كنت عارف انه انت ما فيك تحكم بالاضرار. هلا ركبتوا المسرحيه وطلعت بالاخر. انتبه، نحن مع نقل الدعوه للارتياب المشروع لغير الاسباب والدوافع اللي عند الوزير خليل والفنيانوس الى اخره، لانه نحن شفنا المر مع القاضي صوان وغيره وغيره. ما بدي اطول عليك بالوقت، بس هذا قاضي محقق عدلي بحجم هيك جريمه بيحكي هيك وبقول لك ليك بالاخر ما في شيء شخصي لا تجاه صوان ولا غيره ولا غيره ولا كل الناس اللي عم نوجه سهام الاتهام لهم. نحن مؤتمنين بملفات فيها حقوق اللبنانيه ومالهم، لا يمكن ان نساوم حتى اخر نفس ونحكي الامور مثل ما هي. امبارح بالفيديو اللي اطلق على صفحه متحدون مباشر، هيدا الفيديو حدد معالم المرحله المقبله كلها ومثل ما هي بدون كفوف، ولن يكون مستوى التعاطي مع القضاة ومع كل الشريحة الفاسدة من محامين ونائبة محامين وغيره بأقل من هذا المستوى. هذا اللي بقوله بكل ثقة كمواطن لبناني يعمل لأجل لبنان فقط. نقطة صفر. شكرا لك دكتور رامي علي مؤسس تحالف متحدون، على امل انه قريبا يعني نعمل حلقه بنحكي فيها هيك وجها لوجه بنقدر نفصل المواضيع بشكل اكبر. شكرا لك. بتمنى الاعلام يكون ضالته الحقيقه، عندنا كثير نحكي، معتم علينا، ظلمنا الاعلام، ابواب كلها تخدم مصالح معينه، نتمنى هي تكون مقدمه نقدر نحكي فيها نطرح مواضيع حساسه جدا بغايه الاهميه لكل الشعب اللبناني. شكرا لكم. شكرا واهلا وسهلا فيك. مشاهدينا هم نوصل لختام هذه الحلقه، طبعا يعني كل من يعني اتينا على ذكره او اتى ضيوفنا على ذكره بسياق الحلقه عندهم حق الرد اذا بيشوفوا هذا الموضوع ضروري ومناسب. شكرا لكم مشاهدينا على هذه المتابعه والى اللقاء.